أهلا بحضراتكم، وهذا الملف مشاهدينا الكرام سوف نتابع فيه أيضا إحدى القضايا المحلية، حيث وقع رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان خلال زيارته ووفد رفيع المستوى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وقع على بروتوكول تعاون مع البنك الدولي في مجال مكافحة الفساد، كذلك الحوكمة والإصلاح الإداري. توقيع البروتوكول جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي للفساد بكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، والعمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها. مزيد من التفاصيل في هذا العرض المعلوماتي مع الزميلة نهى توفيق. نعم. لكم التحية مشاهدينا الكرام، والحديث حول بروتوكول مكافحة الفساد. بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي للفساد ومحاربة الفساد، وقعت هيئة الرقابة الإدارية بروتوكول تعاون مع البنك الدولي في مجال مكافحة الفساد والحوكمة والإصلاح الإداري. الهدف من هذا البروتوكول كما هو مبين على شاشة العرض، أولا العمل على الوقاية من الفساد والتصدي له في مختلف أجهزة الدولة، تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها في بناء الوطن، إضافة إلى المساهمة في البناء السياسي والاقتصادي. أما عن جهات مكافحة الفساد في مصر، مهمة مكافحة الفساد والتصدي له ليست حكر على هيئة الرقابة الإدارية، فهناك جهات أخرى تتصدى للفساد، لعل من أبرزها كما ذكرنا هيئة الرقابة الإدارية. ثانياً الهيئة العامة للرقابة المالية، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجهاز المركزي للمحاسبات، وأخيرا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. أما عن أشكال الفساد فهي كالآتي: أولا الرشوة، هي الحصول على أموال أو أي منافع أخرى من أجل تنفيذ عمل أو الامتناع عن تنفيذه. ثانيا الابتزاز، هو الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح. ثالثا استغلال النفوذ والمحسوبية، هو تنفيذ أعمال لصالح فرد أو لصالح جهة ينتمي لها الشخص. الاحتيال، هو اللجوء للخداع للحصول على منفعة دون وجه حق. الاختلاس هو إخراج الشيء من حيازة شخص دون رضائه وإدخاله في حيازة شخص آخر. أما عن نتائج وآثار الفساد كما هو موضح على شاشة العرض، للفساد آثار سلبية سواء على المجتمع أو على الفرد، فهو يؤدي إلى خفض وعرقلة التنمية، يؤدي أيضا إلى تحميل المجتمع أعباء مادية ضخمة، كما يؤدي إلى زيادة التفاوت الطبقي والاجتماعي. الفساد يتسبب أيضا في تدمير الأخلاق وانهيار القيم وتشويه المناخ الاستثماري وإعاقة جذب الاستثمارات. إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا عن بروتوكول مكافحة الفساد الموقع بين هيئة الرقابة الإدارية والبنك الدولي. شكرا لحضراتكم، وعودة إلى سياق نشرتنا.